لقاء العباقرة، محمد عبد الوهاب مع أم كلثوم أخيرا. لماذا تأخر اللقاء طوال هذه السنين؟ وقبل هذا، كيف عرف محمد عبد الوهاب أم كلثوم؟ متى التقى بها؟ وكيف؟ وأين؟ كيف غردا معا لحنا لسيد درويش؟ ومن هو الوسيط الذي جمع بينهما أخيرا؟ بعد ما اتكلمنا عن مطربين كثيرين اللي لحنت لهم، اعتقد هنتوقف امام مطربة كبيرة لحنت لها، ام كلثوم. فنبتدي من معرفتك الاولى بام كلثوم. انا معرفتي الاولى بام كلثوم جت عن طريق الواقع المرحوم احمد رامي. كانت هي بتيجي في تغني في صالة اسمها صالة السانتي في حديقة الأزبكية، قبل حديقة الأزبكية ما تتفتح وتبقى كده للزمان يعني. فقال لي على انه في واحدة اسمها ام كلثوم، بنت يعني، ما هيش كبيرة قوي، شابة يعني كده، بتغني. ورامي كان يحب المغنى جدا. كانت لسه بالعقال ولا كانت؟ افتكر كانت لسه في اواخر. يعني حضرتك تفتكر امتى؟ لا ما افتكرش يعني بالضبط، لكن يعني يمكن في 24 25 حاجه زي. هي للتاريخ هي وصلت القاهره 24، يعني في 25 24 كانت فعلا بتغني في 25. ورامي عرفها هناك، كان رجع من البعثه ولقاها بتغني له اغنيه وعرفها في الازبكيه. يبقى هي في الفتره لا يعني او بعد كده. انا ما حضرتهاش بعقال، انا حضرتها بقى بتغني الصب ويفضح عيونه. ما افتكرش كانت في العقال. هي قلعت العقال في الفتره دي، يعني بعد كده بقى اول ما استقرت في القاهره. بعد كده، بعد ما استقرت بالقاهره، كان يعرفني رامي من 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 زمان، ومن ايام ما كنت بقى ايه بغني كده في المسارح بالبنطلون الجاهل يعني. كان هو كان دؤوب كده ويشم شمشم حوالين المواهب اللي مش عارف ايه وبتاع. فهو قال لي، انا طبعا كنت يعني منش واعي كويس عشان احكم، لاني كنت صغير يعني. الله، يعني احنا الاثنين، انا وام كلثوم اكبر من عبد الوهاب ب 12 سنه، وهو 10 سنه 1910، وهو هو المظبوط في الحكايه دي، لانه انا بقى شفته كان عنده 8 سنين في يم عند عبد الرحمن رشدي. فهو اللي يقول لك ان هو اكبر من ام كلثوم او مع زيها، لا ظلم، ده هو اصغر منها ب 12 سنه. لكن سمعتها وحسيت بانه كان فيها شيء هام جدا يعني، في صوتها صوت مهم جدا. واذكر اني انا في سنه افتكر 33 او 32 كنت طالب في معهد الموسيقى، ورحنا في بيت في شارع خيرت، بيت ابو بكر خيرت، كان محامي ابو بكر خيرت الموسيقي المشهور. فروحنا هناك، وبعدين سمعنا ام كلثوم. طبعا كانت ام كلثوم يعني تسمع وكبيره وبتاع، وانا حته صعلوك كده يعني. الصب تفضح عيونا
لكن كان فيه مونولوج للشيخ سيد درويش في العشرة الطيبة حفظناه بعدين زي الواحد ما بيحفظ تراث وحاجة زي دي اسمه على قد الليل ما يطول. هو بين شاب وحبيبته فقالوا لنا اللي موجودين طيب ما انت حافظ ام كلثوم على قد الليل؟ قالت طبعا عارفها. وانت لا تعرف تغنيها؟ اعرف اغنيها لكن اغني ايه انا يعني طبعا ام كلثوم. المهم ان احنا غنينا مع بعض اللحن ده على قد الليل، وده اللحن الوحيد واليتيم اللي غنيته مع ام كلثوم، لان بعد كده لم اتصل بها كده يعني، والمصادفه هي اللي كانت اللي خلقت اللي عملت الحكايه دي. فغنينا وبعدين ما فيش شك بقيت انا من المستمعين، وبقيت ايضا من الاصدقاء يعني. اما بقى كبرت كده شويه بقيت احب اسمعها، وبقت هي ايضا تحب تسمعني، واختلطنا وعرفنا بعض معرفه جيده. لكن لغايه ما وصلت اني انا بقيت ملحن وهي مغنيه كبيره. لكن من الغريب ان احنا لم نفكر احنا الاثنين ان لنا لحن لها ولا هي تغني من الحان، لا هي فكرت في هذا ولا انا فكرت في هذا. ليه؟ ايوه يعني نيجي للسبب ليه كده. ام كلثوم كانت اشبه بالكاتب الاديب اللي يميل الى السجع والتورية والجناس واللغة الجدلة والعبارة الفخمة وحاجات زي دي. انا ما كانش ده في دمي يعني، لا انا كنت راجل بتاع تعبير الكلام ده. هو ليه بقى؟ لان انا حبيت الشيخ سيد درويش. الشيخ سيد درويش حط فيا البذره، بذره التعبير يعني، الحاجه اللي حطها فينا سيد درويش هي انه كان بيعبر. وساعدوا على هذا نجيب الريحاني، لان بعد الحرب الثانيه او بعد الحرب الاولى اما جاء نجيب الريحاني عمل الفرقه بتاعته. زي ما تعرف سيادتك بعد الحروب دائما الشعوب تميل الى الحاجات المشرقة، ما تميلش الى الحزن والكآبة والبتاع. فكان عمل روايات فيها الطوائف تغني، السقايين يغنوا والجرسونات تغني والمش عارف يغني والبنات يطلعوا يغني وحاجات من هذا القبيل. وعمل هو الروايات بتاعته المشهورة بتاعت العشرة الطيبة والمش عارف ايه، وكل الهواة ابتدأوا ياخدوا هذه الأغاني ويعلموها للناس اللي يحبوها. فأنا ما ملتش إلى هذا اللون الرصين بتاع يعني اللي كان بيتغنى على غرار أراك عصية الدم شيمتك الصبر وأمالي فتنت بلحظك الفتاكي وأفديه إن حفظ الهوى أو ضيعن. يعني ما ملتش لهذا اللون، فده منعني من اني انا افكر، وهي كمان ايضا ما ملتش الى هذا اللون يعني ما هوش في اعتبارها. ففضلت هي في مكانها
وأنا في مكاني، ولكن الاحترام المتبادل والحب المتبادل والمقابلات اللي من آن لآخر، مش بكثرة ولكن يعني من آن لآخر كده يعني نشوف بعض في مناسبات أو حاجة، ففضلنا بهذا الشكل كل هذه المدد، وجات ظروف أني أنا عرفت ناس من اللي كانوا يحبوها وكانوا يعزموني في الغدوات والعشوات ونروح هناك وبنحب بعض، يعني بنحب بعض وأحترمها كل الاحترام. يعني أنا دلوقتي أما أقرأ حاجة مثلا لأحمد أمين مثلا، هل ما احترموش؟ أقدره طبعا، وجميل وشيء جميل، ومثلا أو للملحي أو حاجات جميلة، وما أقرأ كمان لتوفيق الحكيم جميل، يعني ده شيء وده شيء، لكن ده شيء ده لون ده طيار ده نبع وده نبع، يعني ده يختلف عنه. ف أما قامت الثورة وكانت في كل يوم 23 يوليو تتعمل الحفلة الكبيرة بتاعت الجيش، ونروح، فكنت أروح أنا عشان أعمل حاجة قبل أم كلثوم ما تطلع، يعني أعمل نشيد زي الوطن الأكبر مرة، الجيل الصاعد مرة، كل أخي العربي أخي مرة، حاجات من هذا القبيل، وكان بتتقال دايما في الوصلة الأولى. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية، وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. حيوا معايا قولوا معايا عادي كل العربي عاد. عاش الزارع يوم الشمس ما حسيت فيها عليه، فرشت زرع وكبر الزرع وهو الزارع عليه. عاش الزارع يوم الشمس ما حسيت فيها عليه، فرشت زرع وكبر الزرع وهو الزارع عليه. وسمعناه بيقول هوية أرض ولادي ورجعت ليا، وسمعناه بيقول هوية أرض ولادي ورجعت ليا. حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين، وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين. حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين، وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين. حيوا معايا قولوا معايا هتفلح الثورة عاد. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، في روحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، في روحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. وسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا، وسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا. قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن خالعات. وبعدين هي تغني في الوصلة الثانية
الحاجات اللي بتغنيها. فكنا دايما نروح انا وهي ونتعشى مع الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه، ونقعد يقعدها على يمينه وانا اقعد على شماله، والباقي المدعوين قاعدين، عبد الحكيم عامر من هنا، ومرة جت قعدتي جنب هيلا سلاسي وحاجات كده عجيبة الشكل، ولا انا عارف اتكلم ولا حاجة. فالمهم كانت هي تقوم عشان تستعد للوصلة وانا ايه اقعد بقى. يعني مرارا كان عبد الحكيم عامر بالذات والرئيس يقول يا جماعة احنا عاوزين نسمع حاجة منكم انتوا الاثنين، يا فلان انت، اقول له اه ما طيب. هي طبعا يعني كانت بسم الله ما شاء الله ربنا مديها ذهن كويس وبتاع، تقول له اخوانا ماشي قول له، يعني توقع فيا انا الحكاية، وانا اقول حاضر يا فندم امال ان شاء الله، بس اما نلاقي مش عارف كلامه اما نلاقي حاجة زي دي. فالحكاية استوت، يعني الحكاية دي شوف خدت قد ايه بقى، من سنة 53 مثلا مش كده؟ ولغاية الستينات كانت بقى فات مثلا 11 12 سنة كنا بنجتمع هذا الاجتماع، وكل اجتماع يحصل فيه ده اهلا يا جماعة ما احنا عاوزين نسمع مش عارف ايه وبتاع. هل كنت بتقاوم؟ ها؟ يعني ما كانش الاستعداد لسه عندك موجود؟ لا ما كانش عندي، كنت يعني يعني بفكر اعمل لها ايه؟ هل اعمل لها حاجات كلثوميه؟ عملت ايه؟ طب اعمل حاجات من الحاجات اللي انا اتصور انها فيها لون جديد في التاديه؟ طب يمكن ما تجيش على مزاجها. طيب ما تجيش على مزاجها هغير؟ ما اغيرش. طيب وهي ما حست بهاش، طيب ما هتقولها مش كويس. فيعني كنت متلخبط، يعني في لخبطه، وكان في تصوري ان ام كلثوم دي ديكتاتوره، يعني من النوع اللي الملحن يعني تحت امرها كده، انا عاوزه كده حاضر. فانا مره قاعد وبلحن في حته اديها لي الاخ احمد شفيق كامل، تقول اللي هي اسمها كده شوقوني عينيك لايامي اللي راح، وبلحنها. وجاني واحد صديق من اللي احبه احمد الحفناوي كمانجاتي، وكمانجاتي يمكن يعني العزف اللي على آلة كمانجة ما حصلش على واحد في كفاءته من حيث التأدية العربية الحلوة الجميلة. فأجاني فأنا بقول شوقوني عينيك، قال أنت بتعمل إيه يا فلان؟ قلت له والله أنا بعمل شوقوني عينيك
عشان نقولها للحاجة الحتة القادمة يعني. أم قال لي الله تم يدي تنفع لأم كلثوم. قلت له يا شيخ تنفع لأم كلثوم إيه ولا تنفع ولا حاجة يعني، أنا بقول لك كده ومش عارف إيه. قال لي طيب ومشي ونزل. بعد شوية لقيت تلفون بيضرب، أم كلثوم كلمت أهلا بسومة وأهلا وسهلا. قالت إيه الحكاية؟ قلت لها إيه؟ قالت لي ده أحمد الحفناوي عندي هنا ويقول إنك أنت عامل حاجة كده يعني كويسة يعني عشاني وبتاع. قلت لها يا سلام كل حاجة عشانك، لكن يعني يعني ما أنكرش عليك، لا أنا ما عملتهاش يعني قاصدا، يعني أنا بعملها كده يمكن هو شاف توسل. قالت لي طب ما نسمع. قلت لها طيب نسمع. إيه تحب أجيلك يعني في يوم كده؟ قالت لي لا حديني ليه، أنا ما عنديش عود، العود بتاعي ملخبط، فأجيلك أنت وعندك عود وتسمع. قلت لها طيب تعالي. فجت في نفس الليل على طول. يظهر كانت يعني هي مشوقة، بس هي ست بتقدر تيجي على نفسها يعني، يعني ما تبينش. ف جت سمعتها قالت لي دي كويسة اقدر، ايه الكوبليهات ايه سمع